كل علبة تقريبا سعرها 90 قرش، واستخدمنا 4 لتر حليب، واستخدمنا شوية كاسترد كده ما يجوش نص علبة تقريبا، يعني مش هيكملوا 10 جنيه، وسكر كمية بسيطة برضو مش هيكملوا 5 جنيه سكر. ادي تقريبا كل التكلفة اللي احنا استخدمناها، يعني تكلفة مش هتك... يعني قولي 100 جنيه تكلفة. ال100 جنيه تكلفة دول او اكتر شوية من المية، هيعملوا مثلا 110 بالظبط. مثلا المية احنا عملنا بيهم 45 علبة، بسم الله ما شاء الله. بصوا عايز اقول لكم بقى ملحوظة، انا قبل ما اصب الكاسترد في الاكواب بتاعتي انا سبته يهدى كتير، عشان بصوا حتى هتلاقوه ما بيطلعش بخور، بس طبعا وانا سايباه يهدى انا عماله اقلب فيه اطلع منه البخور، واقلب علشان ما يكلكعش ويعمل طبقه على الوش، فقعدت اقلب فيه قبل ما اصبه. حابه تعمليه كله بلبن، يعني احنا عملنا في الاول 4 لتر حليب وبعدين لتر ميه حطينا عليهم الكاسترد، او حابه تحطي الكاسترد